ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا انا كتمت الصوت بقى، شلته خالص، لان انا لو كنت سبت الفيديو بصوتي وبكلامي وكده الفيديو كان هيبقى طويل عليكم قوي. فانا بصراحة ايه، مش حابة ان اطول عليكم الفيديو ولا زهقكم مني يعني كتير. فعملت ايه بقى، إيه شلت الصوت وقلت اتكلم. انا طبعا اللينسز اللي انا لابساها دي لينسز نظر، اللينسز دي انا غيرت المحلول بتاعها، جبت محلول لينزي انا وريته لكم، ودي قطره. القطره دي لما تكون عينك عاوزه ترطيب، لان انا عيني كانت كل واحد فيها لينسز تحمر، فقالوا انتوا قلتوا لي ان هي عايزه ترطيب. هنا اول حاجه بقى نبدا مع بعض. طبعا انا مرطبه وشي، كنت حاطه كريم ترطيب، وهنا حطيت بقى البرايمر بتاعي. بصوا كل الميك اب ده انا كنت وريته لكم قبل كده، يعني لو انتوا عاوزيني اقول لكم تاني ايه الميك اب اللي عندي بالظبط قولولي، واعمل لكم فيديو بقى بكل اسماء الميك اب اللي عندي. طبعا انا هبدأ بقى. طبعا حطيت البرايمر، حطيت الفونديشن بتاعي. هنا بقى بحط شوية كده على ايدي، بصراحة ما بحبش احط فونديشن كتير على وشي مرة واحدة. الفونديشن ده يا بنات اسمه مايت سينما، عشان ده بس لسه جايباه جديد فحبيت اقول لكم اسمه. انا بقى ايه، بصوا يا جماعة احنا بنيجي نحط الفونديشن طبعا بنحطه بطبطبة كده، بلاش نقعد نمسح الفونديشن على وشنا، لا انت تفضلي تطبطبي كده على وشك. وانا لما بكون جايبة فونديشن لأول مرة بحطه مرة كده واسيبه ينشف، اشوف وشي هيمتص الفونديشن كله مرة واحدة ولا لا. لو لقيته بيمتص بحط تاني، بفضل اجرب. انا كنت قفلت الرينج لايت لانه كنت عاوزة اوريكم ان الفونديشن فعلا بيداري كل حاجة. بمناسبة بقى الفيديو ده، ده عبد الله كان جايب لي شوكليت. والله يا جماعة انا دخلت انا هعمل اصور فيديو علشان هنزله، لان هما طلبوا مني وانا بعمل ميك اب وكده، فقالوا داخل لي بشوكليت. انا مش عارفه ليه عمال اقول له يا عبد الله مش عايز الشوكليت، لا هو بيجيب شوكليت برضو مش عارفه ليه، اللي هو لازم شوكليت كده يعني. هو بقى هنا ما كانش مصدق ان دي اللينسز بتاعتي اللي كانت بايظه، قاعده بقى اقنعه والله يا ابني جبت محلول وجبت قطره وكده. لان اصلا انا جبتهم وانا عندي ماما، فهو ما كانش مصدق ان دي اللينسز بتاعتي. قلت له والله هي يا ابني. إيه انا كنت عماله قاعده اتكلم معاه بقى وباكل في الشوكليت وايه واصور معاكم، وهو ما كانش مصدق ان دي اللينسز بتاعتي. والله يا ابني بتاعتي دي اصلا بتاعت الفرح بتاعتي. وبعدها كملت بقى ايه بقيه الفونديشن وكده. بصوا يا جماعه احنا لازم ندمج الفونديشن كويس. لو انتي مش مرطبه وشك كويس قوي وحاطه برايمر عشان تقفلي المسام الواسعه، الفونديشن مش هيظبط معاكي. انا كان بيديني ايس كريم، بقول انا مش عارفه اصور الفيديو ده النهارده، انا مش عارفه هو في ايه والله. لا احنا مش عارفه يعني، استحملونا استحملونا. دي ايس كريم. يا جماعه حطينا الفونديشن، نثبت بقى بلوز باودر. انا بقى بحب بصراحة احط لوز باودر كتير قوي، يعني انا هحط هنا واحط تاني. انا بحب اثبت الفونديشن لان بشرتي دهنية، فبحط بصراحة لوز باودر كتير قوي. بحس ان هي كده بتخلي شكل الفونديشن في الاخر بقى حلو. دي باليت اي شادو بقى فيها كل الالوانات، انا اكتر الواناتي بنيات، في الوان ساقعة فيها شوية بس ما بستعملهاش بصراحة. فانا كنت هلبس بني، فانا ايه قلت هعمل الميك اب على بنيات وكده، وبحس ان هي اصلا يعني هو كاتب كتاب كده بسيط في قاعة بسيطة، يعني اللي هو بدل مثلا في البيت هو في قاعة وكده يعني. فلو برضو مكنتش عايزة ابقى اوفر قوي يعني، بس هي تقريبا قلبت معايا باوفر مش عارفة ليه. بص يا جماعة باجي اعمل ميك اب انا مش بكون مكررة على حاجة. هنا بقى هفضل احط الاول اللون اللي هو الهدمج، اللي هو اللون البسيط ده اللي هو يبقى هو في اول العين، بعدها بقى لون الدمج، بعدها اللون الاخير اللي هو بيبقى فيه جليتر شوية. بس انا الوان الجليتر اللي عندي مش جليتر جليتر، هي بس فيها لمعة كده بسيطة، حاجة بسيطة كده يعني. انا كان نفسي انا كل شوية اقفل الرينج لايت وافتحها لان كنت عايزة اوريكم الشكل. شايفين هو انا مش عاملة رسمة عين، انا على فكرة ما بحبش رسمة العين الاوفر، يعني انا بحب احط لون واحد في عيني. ده طبعا صابونة الحواجب، الصابونة دي بتثبت معاك الحواجب جدا، يعني انا شلت الميك اب كله بس سايبة لسه الحواجب، بتثبت الحواجب قوي. وانا اصلا حواجبي خفيفة قوي، انا شعري اصلا خفيف يعني
يعني شعر وشي مش تقيل كده، اللي هو لا مش يعني مفيش شعر اصلا في وشي كتير ولا حاجات من دي، حتى حواجبي خفيفة قوي، فدايما بعملها بالبودر. فشايفين انا كنت هنا عماله اعدلها، عماله احاول هو انا اظبطها يعني، لان انا ما كنتش عارفه اتحكم. انا طبعا باصه في الموبايل فما كنتش متحكمه قوي، بس الحمد لله يعني الميك اب ظبط شويه يعني، يعني الحمد لله المنظر في الاخر كان حلو ولطيف، وكان الميك اب حلو، وطلعت معاكم لايف وقلت لي ان هو حلو وكل حاجه. ميرسي جدا لكل بنوته قمر بتكتب لي اي كومنت حلو، وفي بنات كده بتقعد تكتب لي انتي مش بتعملي ميك اب، انتي مش مهتميه بنفسك، انتي على طول لابسه نظاره. هو انا بعرف اعمل ميك اب وبعرف البس لينسز وبعرف اهتم بنفسي، بس مش شرط ان انا اطلع اوريك كده يعني. انا طالعه مثلا اعمل معاكم روتين، اشارككم يومي، مش طالعه اعرض الميك اب يعني، مش طالعه مثلا تفهموا قصدي بقى يعني. هنا بقى كنت خلاص رسمت الايلاينر، انا بحب ارسم الايلاينر الرسمه دي قوي. وهنا بقى كنت حطيت بحط بقى الماسكارا. انا نفسي اعرف احنا ليه كلنا كبنات بنبرق واحنا بنحط الماسكارا، يعني ليه كلنا حرفيا كلنا يعني كلنا لازم نبرق، مش عارفه ليه بجد. بس هنا بقى كنت خلاص خلصت، شايفين اللي هو يعني يعتبر خلاص خلصت الميك اب يعني شويه. انا كنت عماله ايه ابص في الموبايل وابص في المرايه، اللي هو بحاول ايه اظبط في الاتنين إيه. وبس هنا قفلت الرينج لايت عشان تشوفوها، طبعا انا مجريه خالص عشان مش هستول معاكم. دي باليت البلاشر والهايلايتر والحاجات دي، فانا بحب حطيت البلاشر برضو على بنيات، بما ان الميك اب كله بنيات. بس انا بصراحه هفاجئكم بلون الروج، انا مش عارفه انا ليه عملت الموضوع ده، بس انا كل مره بحط روج بني فلقيتني ما شاء الله هوب على اللون الاحمر على طول، ومش عارفه ليه بجد. مش عارفه ليه، انا بقالي كتير قوي ما حطيتش روج احمر اصلا، فانا مش عارفه ليه عملتي كده، بس هي طلبت معايا كده في الاخر. انا ببقى عامله ميك اب، انا مبقاش مكرره على ميك اب معين، هي بالكده. فبصراحه لقيت شكله حلو، ولقيت ان انا بحب جدا الايلاينر يكون اسود قوي باين اكتر من الاي شادو، والروج يكون احمر، انا بحب كده يعني. انا مش عارفه ليه قلت بقى بما ان انا هخرج بالليل وكاتب كتاب وهسهر مع عبد الله بالليل، فحطيت ايه الروج ده، وحسيت ان انا مش لابسه لبس اوفر، لا انا لابسه طقم عادي. وهنا كنت انا وعبد الله ايه بوريكم بعد ما لبسنا وخلاص، وبنعمل لكم باي باي بقى علشان ايه ننزل، لان فعلا انا اخرته قوي يعني، انا راحه في نص كاتب الكتاب فاخرته قوي يعني. طبعا بقى طلبت ان درايفر اوبر يعني وايه، ورايحين بقى، هو ما كانش بعيد قوي عن البيت يعني، دخلنا بقى كاتب الكتاب والاغاني والهيصه والفرحه وكل الحاجات الحلوة دي، وعيلة عبد الله عماته كلهم، انا اصلا بقالي كتير قوي ما شفتهمش عيلة عبد الله. وعبد الله كان عمال يرقص بقى ايه، وكان مولع الدنيا. يا رب يكتر في افراحنا كلنا يا رب، ويكون في افراح كتيرة، وافرح بيكم كلكم يا بناتي اللي عندي. ده اخو عبد الله بقى وايه، وبجد يا جماعة الاغاني كانت تحفة. عبد الله بقى واخوه كانت اغنية يا ابن دمي، فالاتنين ما شاء الله عليهم بيندمجوا على الاغنية دي، فقعدوا يرقصوا مع بعض وانا قعدت اصورهم، اللي هو هما اصلا ما لهمش غير بعض بصراحة، اللي هو الموقف كان مؤثر. بس طبعا شايلة الصوت علشان اليوتيوب لو انا سبت الاغاني ده حاجة غلط على القناة يعني، فانا شلت الصوت علشان كده. بس يا جماعة والله العظيم الموقف كان مؤثر يعني، انا لو سبت الصوت تتأثروا معايا بصراحة. انا بقى ومريومة، مريومة دي خطيبة اخو عبد الله، انا وريتها لكم قبل كده معايا في الفيديو اللي كنت عاملة معاها مقلب. اخدوا الجاتو بتاعتنا، انتوا سارقين الجاتو. خد انا اكل معاك على فكرة، لا خد 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 بس انا اكل معاك في الدلع والله. بصوا يا جماعة هما يمشوا بالعلب كده وانا وسلفتي ناكل في الدلع. ايه؟ سرقته من كتب الكتاب. وانت ايه ده؟ انت خارج مع خطيبتك، فين برستيجك؟ اشتريت حلال قدام. تعمل اسمع بقى، لا لا يا جماعه نازلين معانا بقلب الكتوب يعني، شكلهم مش عارف اخدين بقلب الكتوب. اه ده النهارده يعني اعتبر في الكتاب. كده خالص. انا نفسي اعيش في مركب من دي.
والله ما تطقي دورك كمان بارك والله ما تطقي اقسم بالله غلط والله ما تطقي قعدنا يا جماعة في مكان تحفة انت جاية حاجة اللي ده عندهم احلى ما تيجي نبدل الكلام الكوفي ده يا جماعة على النيل بجد كان كوفي تحفة. انا كنت قاعدة في الدور اللي فوق علشان ابقى ناحية النيل على طول والمراكب والحاجات القمر دي. المركب الكبيرة دي اسمها خلود النيل في راس البر، كل اللي من دمياط عارفينها. انا عاوزة اروح اسهر فيها بس اتفقت مع عبدالله ان احنا نسهر فيها يعني. بس هنا بقى كانت نهاية الفيديو، بنعملكم باي باي وهتوحشوني قوي. متنسوش تحطوا اللايك والكومنت الحلو. باي.